السلام عليكم الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو لابليكاسيون الثانية اللي هي لو شون بي كرييي بار اون سبير اللي فواحد النقطة ام فلاكس زد. هذه هي السبير، هي الدائرة اللي عندها واحد الغيون اللي هو غران تيغ، ولاكس ديالها هو لاكس زد. نبداو بأول حاجة لا لوا دو بيو اي سافوار. D de B, que c'est le mu 0 fois i sur 4pi. DL, vectoriel u sur pm au carré. Et la brise D de B, n'arrive le sens d'IALA. Je n'aurai rien dire. Radin chouf qui d'ailleurs le produit DL vectoriel u. Qui m'a qu'un arfo, le produit vectoriel d'IL, juge d'IL les vecteurs, qui atteint un le vecteur. اللي هو بيربونديكولير عليهم بجوج. كمثال اي جي كا، ملي كنديرو اي فيكتوريال جي كيعطيني هو كا. وكيفاش داير هاد اي جي كا؟ الى رسمناهم اي كتكون مثلا هي هادي وجي هي هادي، كا واحد الفيكتور لي بيربونديكولير على اي على جي. نفس القضيه بالنسبه لهاد دي دي بي ودي ال و اي. الى خدينا هنا فعوض اي خدينا مثلا دي ال، وفعوض جي خدينا مثلا U، يعطيني D دو B اللي هو DL فيكتوريال. يعني إلا بغيت نرسمه في هذا الرسم يجيني مثلا هو هذا. ولكن بلاتي D دو B هو لو شون كريي باغ هاد ليليمون دو لونغور ديال لو فيل اللي عنده واحد الكورون اي، ولكن في واحد النقطة اللي هي M. بمعنى الاصل ديال هاد الفيكتور غادي يكون في النقطه ام. شنو غادي ندير؟ غادي ندير لو ترانسلاسيون حتى لهاد النقطه ام، ازاحه حتى لهاد النقطه ام، ونعاود نرسم فوالا. ونسمي هاد الزاويه ما بين لاكس زد والفيكتور دي دي بي نسميها مثلا بيتا. تري بيان، دابا الى بغيت دي دي بي الموديول ديالو شنو هو؟ هو ديد بي بلا فيكتور، يعني ديد بي صافي كيساوي لي شحال؟ مي زيرو اي سور 4 بي فوا الموديل ديال دي ال فيكتوريال او سور بي ام او كار. وشنو هو دي ال فيكتوريال او؟ كنا شفنا باغ ديفينيسيون برودوي فيكتوريال كيقول لنا هو دي ال سكالير U الموديول ديالو، وهنا الموديول ديال دل ال فوا سينوس ديال الزاوية ما بيناتهم. شحال الزاوية ما بين دل ال و U؟ الزاوية ما بيناتهم 90 درجة، يعني السينوس ديال بي سوغ دو. شحال هي السينوس ديال بي سوغ دو؟ هي واحد. دونك كتجيني هي دل ال فوا لا نورم ديال U، قلنا U سي ان فيكتور يونيتير، لا نورم ديالو كتساوي واحد. وشنو هي DL؟ مثلا إلا بغيت نرسم DL، مثلا عندي هنايا واحد دائرة، وعندي هنايا مثلا DL، وهذا هو لو سونتر، وهذه هي بي اللي كتنتمي للدائرة. عندي هنايا واحد لا فارياسيون ديال دي تيتا، يعني واحد الزاويه صغيره اللي هي دي تيتا، وهنا الغيون ديالنا هو ار، يعني دي ال كتساوي لي ار فوا دي تيتا. كنظن ان شفتوها في الميكانيك دو، يعني هادي كتساوي ار دي تيتا. دونك دي دي بي شنو كيساوي لي؟ كيساوي لي ار يو زعما مي زيرو اي sur 4pi fois dl vectoriel u. شحال قلنا كيساوي هي r d θ sur pm او كار. انا ما عنديش الغرض بال d بي، عندي الغرض بالبي. شنو هي بي؟ بي اول حاجه خصني نعرف لو سونس ديال بي. كيفاش غادي ندير نعرف لو سونس؟ كنعرفو بلا سيميتري، ليتود دو سيميتري. اللي ما شافش لا سيميتري يرجع الفيديو اللي فات، راني شرحت لا سيميتري كيفاش كان
لقاو لو سونس ديال بي والانفاريونس كيفاش كنشوفوا لي فاريابل اللي عندهم علاقه بلو شون بي اتسيتيرا. يعني هنا غادي ندرسوا لا سيميتري. شنو هي لا سيميتري؟ هي كنشوفوا اما ان بلان سيميتري اما ان بلان دونتي سيميتري. وقلنا لو شون بي appartient le plan de symétrie au perpendiculaire elle a le plan appartient le plan d'antisymétrie au perpendiculaire le plan de symétrie. هنايا مثلا الى خديت لاسبير ديالي وخديت مثلا هذا هو لاكس اكس هذا هو لاكس ايغريك ولاكس زد هو هذا. هادي ناخدوها ونديرو لها دو ديمونسيون نلقاوها دايره بحال هكا والكورون اي هو هذا هابط من هنا وطالع من هنا. الى خدينا اول حاجه خصنا لو بلون اللي غادي ناخدو خصو يكون كيمر من نقطه ام ان بلون كي باس باغ ام. الى خدينا لو بلون ام اكس زد يعني هاد لو بلون اللي كيقسم لي هاد لاسبير في النص من هاد الجهه واش هذا ان بلون سيميتري ولا ان بلون دونسي سيميتري؟ سي ان بلون دونسي سيميتري. علاش؟ حيت متماثل بالنسبه لهاد البلون ولكن كاين مشكل واحد هو لو سونس ديال اي الكورون اي هابط في هاد الجهه ديال اليسر وطالع في الجهه اليمين يعني سي ان بلون دونسي سيميتري لو بلون m x ou là le vecteur unitaire de x ou i k est un plan densisymétrie. Je vois un plan densisymétrie ou d'accord. Alors je n'ai pas de juge qui est un b appartient le plan densisymétrie. يعني او موان خصني ناخذ جوج ديال لي بلون باش ناخذ لانترسيكسيون ديالهم بجوج حيت الفيكتور اللي غيكون كيتعاود جوج المرات في ديك جوج ديال لي بلون هو الفيكتور يونيتير ديال بي. الى خدينا لو بلون مثلا ديال ايغريك زد كيدوز من نقطه ام ولكن هو ايغريك زد بمعنى هذا هو لو بلون ديال كيفاش داير هاد لو بلون كيقسم سبير في النص يعني سيميتري بارابور لهاد لو بلون ولكن الى خدينا مثلا هاد الفيكتور ديال اي يعني لو سونس ديال اي غيكون هنايا العكس ديالو بمعنى حتى هو سي ان بلون دونتي سيميتري. يعني لو بلون ام جي اللي هو فيكتور يونيتير ديال اي غريك ك est un plan densisymétrie. شنو كنديرو كنقولو donc B appartient l'intersection ديال جوج ديال لي بلان لي هو M I K intersection M J K. شنو هو الفيكتور اللي كيتعاود جوج المرات هنا هو ك دونك بي باراليل لك دونك بي كيساوي لي بي فوا ك باراليل ك كتعني انه يقدر يكون في لو سونس بوزيتيف ولا سونس نيجاتيف اما بلس اما موان ولكن باغ واحد لا ريغل وحده اخرى اللي كتسمى لا ريغل دو لا مان دووات ماشي لا ريغل دي 3 دوا دو لا مان دووات لا هذه ريغل وحده اخرى اللي سميتها لا ريغل دو لا مان دووات
من بعد دابا نعاودو نديرو فيديو كامل كنشرحو فيه هاد لا ريغ. يعني من الاحسن دابا نخليوها هكا، يعني انها سويفون كا بلوس كا ماشي موان كا، ومن بعد نقول لكم علاش. الخلاصه اللي لقيناها هنايا ان بي سويفون كا، داكوغ؟ لقينا ان بي هو بي سويفون كا. تري بيان، يعني الا بغيت نرسم، الا بغيت نرسم هاد لو شون بي، كيفاش غادي نرسمو؟ غيكون هو هاد لو شون مثلا هكا داير، يعني سويفون كا، هادي هي الفيكتور يونيتير كا، هو هكا داير. يعني بي كيفاش غادي يكون؟ بي غادي تكون هو لانتيغرال ديال دي دو بي. ولكن شوف الفرق ما بين دي دو بي و بي، بي طالع و بي دي دو بي طالع و بي غادي في نفس لو سونس ديال كا، وبيناتهم الزاويه ديال بيتا. يعني خصني ندير البروجيكسيون ديال دي دو بي على لاكس زد باش نلقى بي. بروجيكسيون ديالها هي دي دو بي فوا كوسينوس الزاويه اللي بيناتهم اللي هي الزاويه بيتا. ملي كيكون عندنا جوج ديال لي فيكتور كتذكير U و في مثلا، وبغيت ندير البروجيكسيون ديال U على في، وهنا عندنا الزاويه الفا، شنو كندير؟ كندير ان الموديول ديال U اللي هو U شنو كيساوي لي؟ كيساوي لي في فوا ولا العكس. مثلا بغيت بغيت في اون فونكسيون ديال U، بمعنى هنا غادي نلقاو في كتساوي لي U فوا كوسينوس الزاويه بيناتهم اللي هي الفا. نفس الحاجه بالنسبه لهذه، ولكن انا ما بغيتش ناخذ الزاويه بيتا، بغيتها ناخذ اون فونكسيون ديال الزاويه الفا. كيفاش غادي ندير؟ اول حاجه نعرف ان هاد الزاويه ما بيناتهم هي بي سور دو. علاش؟ حيت هاد U بيربونديكولير على دي دو بي، يعني الا درنا طولنا هاد U اجي هنا، دونك الزاويه بيناتهم تكون هي بي سور دو. يعني المجموع ديال الزاويه ديال الفا زائد بي سور دو زائد بيتا هي 180 درجه. يعني الفا زائد بي سور دو زائد بيتا تعطيني 180 درجه اللي هي بي. دونك بيتا شنو هي؟ هي بي سور دو ناقص الفا. وشنو هي الكوسينوس ديال بي سور دو ناقص الفا؟ إذا رجعت الفيديوهات اللي فاتوا ديال انفيل، كنت قلت لكم واحد الطريقه، قلت لكم ان كوسينوس ديال بي سور دو مو الفا هي سينوس ديال الفا. اللي بغى يشوف الطريقه كيفاش اون جينيرال يرجع للفيديوهات اللي فاتوا. دونك هنايا بي شنو هي؟ هي الانتيغرال ديال دي دو بي فوا سينوس ديال الفا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نعوض دي دو بي بالقيمه ديالها. دونك هنايا عفوا انا غلط كاين، عاوتاني بي كتساوي ماشي دي دو بي، بي كتساوي لانتيغرال ديال دي دو بي فوا سينوس الفا. دونك بي كتساوي لي لانتيغرال، شنو هي دي دو بي؟ هي هادي، هي مي زيرو فوا اي سور 4 بي فوا ار دي تيتا سور بي ام او كاري سينوس الفا. شنو هي سينوس الفا؟ الا خديناها اون فونكسيون ديال هاد المثلث هذا اللي فيه ار وهنايا عنده بي ام، وهاد المسافه هذه هي المسافه زد، يعني سينوس الفا ديال هاد الزاويه الفا هو المقابل على الوتر. المقابل هو هاد ار والوتر هو بي ام. دونك بي ام شنو هي؟ بي ام هي ار على سينوس الفا. الا درت الاوكاري البي ام ندير الار اوكاري وندير سينوس اوكاري. دونك بي الا بغيت نعوض هاد بي ام اوكاري بالقيمه ديالها شنو تجيني؟ مي زيرو فوا اي سور 4 بي، نخلي هنا الانتيغرال، فوا ار دي تيتا سور بي ام او كاري هي ار او كاري على السينوس او كاري. الى اما نديرها هنا في المقام واما نطلعها للفوق، نطلعها للفوق وترجع هنايا عندنا السينوس اس 3.
Très bien. دابا شنو هما لي فاريابل اللي عندي هنا؟ هاد الزاويه الفا واش فاريابل؟ لا، علاش؟ حيت عندنا هاد المسافه ار ما كتبدلش وزد ما كتبدلش، دونك سينوس ديال الفا ما تبدلش. علاش؟ حيت بي ام غتبقى نفسها، حيت هاد النقطه ام انا حنا كنفيكسيو النقطه ام، وهاد الغيون ما يتبدلش حيت اصلا عندنا الكورون كيدوز فقط في البيريمتر ديال لو سيركل، ما كيدوش لداخل ديال لو سيركل، يعني في الوسط ديالو، يعني في شي نقطه هنا ولا هنا ولا لا، فقط في برا ديال لو سيركل. دونك بي ام ماشي فاريابل كونستانت، يعني السينوس الفا حتى هي كونستانت. يعني شنو هما لي فاريابل اللي غادي يبقاو لي هنايا في هادشي كامل؟ هو فقط دي تيتا. دونك بي شحال كتساوي لي؟ نخرج مي زيرو حيت كونستانت، نخرج اي حيت كونستانت، 4 بي ار غتمشي لي مع ار او كاري تبقى لي ار لتحت، سينوس غادي نخرجها حتى هي تبقى لي فقط الانتيغرال ديال دي تيتا لي لا فاري اونتر 0 اي 2 بي في لي كوردوني سيلندريك. دونك بي كتساوي لي مي 0 فوا اي سينوس ا بويسونس 3 الفا فوا 2 بي سور 4 بي فوا ار. اون فا سامبليفي بار بي اي بار 2، اون تروف بي ايغال mu 0 i sinus a puissance 3 alpha sur 2 fois r. وبهذا الشيء غادي نكونوا لقينا العلاقه ديال بي اللي هو لو شون كريي با اون سبير اون ان بوين ام دون لاكس دو سبير. فوالا، بهذا الشيء نكونوا سالينا الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، وإذا لقيتوا شي سؤال ولا شي استفسار في هذا الشيء هذا حطوه في الكومنتار وان شاء الله غادي نجاوب عليه. السلام عليكم.